الملوك النهارده مفروض يكونوا قلقانين اكتر، متوترين اكتر، ولكن النهارده هم محافظين على هدوءهم. الفنار متوترين، مستعجلين، مش عارفين يتناقشوا مع بعض، يخسروا نقط سهله جدا، فالمباراه تقريبا طارت منهم. بدأنا اختلف كتير عن الماتش اللي فات، يقل التركيز في تسرع، ده أثر على نتيجة المباراة وباين عليها يعني. فريق الملوك أنا مبسوط بيهم النهاردة جدا، حاسس إن في طفرة في الأداء عن الماتش اللي فات. إجابة صحيحة. طبعا الهدف الذهبي فرق معانا جدا إن احنا نبعد بالسكور. طبعا الفنار فريق قوي ويقدر يرجع في المباراة في أي سنة، ولكن هيبقى محتاج شوية حظ. يا ترى عجلة الحظ هتبتسم ليهم؟ نروح نشوف ايه اللي هيحصل وعجلة الحظ هتعمل ايه في ماتشنا.